إن الرقم المطلوب مغلق أو خارج نطاق التغطية حالياً. صرت كذا مرة ما اتصل، ما عم بقدر أوصل للقائد يا فوز. أخي أكيد الرجال هلأ بحالة صعبة. معقول ما يكون هيك؟ معقول ما يكون؟ بعيد الشر إذا صار له شيء لمرت أخي داريا، هذا الرجال رح يجن. لا إن شاء الله ما بيصير هيك شيء أبدا. ها؟ أمي عم تتصل. رد أخي رد. أمي أنت منيحة؟ ها؟ شو عملتي؟ شو عملتي؟ اجيتي على اسطنبول؟ لا يا أمي، ليش لما انبسط؟ طبعا انبسطت، بس ما بعرف، لو بس خبرتيني. يا أمي أنا كتير مبسوط إنه اجيتي على اسطنبول، بس يعني أنا يلي طلبتك ما هيك؟ شو هالحكي؟ يا أمي مر وقت طويل من وقت ما اتصلت فيكي آخر مرة، أنا نسيت والله، سامحيني ما تواخذيني يا أمي. وينك أنت؟ خليني إجي أخذك، بس خبريني وينك، هلأ بجي فورا. تمام تمام يا أمي، يلا فورا طالع. تمام جاي، يلا هلأ فورا انطريني. تمام. شايف بالله؟ يعني معقول أنت طلبت أمك ونسيت هالشي؟ أنا طلبتها وقتها مشان عارفة عمي لسه، بس لما مر وقت كتير نسيت أنا شو عملت يا أخي، والله ما تذكرت. الأمهات مقدسين يا أخي، الأمهات ما بينتسوا. إيه شو بعمل؟ طالما أنها إجت خليني عارفة على عمي لسه معناتها، ها؟ خليهم يتفاعلوا مع بعض شوي. والله بيكون كتير حلو، بس شوف أنا خليني خبرك، الأمهات بيعملوا حالهم حمايات، هذا الشي طبيعي، ما تزعل أبداً. تمام؟ يعني خليك مرتاح. مين؟ أمي؟ والله ما بتعرفها، فضل الله هذا الشيء عند باقي الأمهات. أنا أمي مرة واضحة مثل راحة الكف، أنت شفتها. وميليسا بنت كتير منيحة، أنا متأكد إنه رح يتفاهموا كتير، أنا متأكد إنه رح تاخدها بحضنها وتحبها كتير وتعتبرها مثل بنت. عملت لي علي وخبرتك، أنت سلم علي وبوس لي إيديها. تمام، تكرم عيونك، وأنت إذا صار أي شيء خبرني، بوصل أمي فورا وبجي على الحارك. ماشي؟ تمام أخي. سلام. تمام عندي. يا سلام، بدي ارجع اتصل بالقائد يا فوز. سيدي خلينا نقول انه لقينا القائد يا فوز، طيب رح نقدر نقنعه؟ ما منقدر، انا بعرفه لقائد يا فوز ما بيقتنع، متى ما حط راسه بقصه مستحيل يرجع. كيشانلي يلي بشوفك بيقول بس انت يلي بتعرفه للقائد. ايه وشو بدنا نعمل طيب؟ كيف بدنا نقنعه؟ شو بدنا نعمل؟ أول شي بدنا نروح نمنعه يعمل أي شي مجنون، وبعدين لكل حادثة حديث محلولة. أخي ما خبرتني شو صار باللقاء؟ الأوضاع سيئة يا شايلك، والله الأوضاع سيئة، أمي مصرة بدي ياني اتركها للبنت فورا. أيوة وشو رح يصير؟ شو اللي ما عجبها فيها؟ ليش هي بتعرفها شي؟ هالبنت مثل الوردة. لك تماما تماما هيك يا عاشق، بس أنا ما فهمت شي كمان، كأنه أمي جاية وبراسة أنه ما بدها تعجبها، أصرت قال بدي ياني اتركها. توبة توبة عاد إلا عشي، وبدي ياني أعطيها السلة بإيدها قال خليها تروح. والله أنا محتار، كل هالمشاكل وتجاوزناها وهلأ طلعت لي أمي، والله محتار شو بدي أعمل. ايه ما في حبيبة بترضي الأم شو ما عملت. ايه هو هيك مزبوط، بس المشكلة يا ابني أنا ما بقدر أعملها، ما بقدر أنفصل عنها لميليسا، وما فيني طنش كلام أمي. ليك أخي شوف أنت ما تنزعج، لأنه أمي كانت نفس الشيء، بعدين بتتعود مع الوقت وبيمشي الحال خلاص. ليك بقى يا ابني ليش نفس الشيء؟ ها؟ أنت زلمة متزوج رح يصير عندك أولاد، ليش سهلة تقول انفصل للزلمة المتزوج؟ لا طبعا. مزبوط أنا متزوج، بس شغلة الولد تأجلت شوي. شو صار يا ابني؟ صار شي لسو؟ شو عملت للبنت؟ شوف بضربك إذا بتكون مزعلها. شو أنا مجنون لحتى زعلها؟ ليش أنا بسخة فيها؟ إيه شو صار لكان؟ نتيجة تقرير المشفى بيّن أنه الاختبار كان خاطئ. ما تقوله
على كل حال شايلك، الله يعطيكم الصحة يا ابني، لساتكم شباب بتصير. مظبوط، الله بيطعمكم، بيصير. ايه يعني الدكتور، قصدي الدكتور قال إنه ما في شيء فيكم، ما في مشكلة، ما هيك؟ لا يا أخي، منشكر الله، نحن الاثنين بخير، ما في مشكلة. لك إيه تمام ابني، كيشان اللي عم يحكي صح، انتو شباب بيصير عنكم أولاد لسه. تفرج علي، تفرج، شعرات صدري شابه ولا هلأ. لا تجوز ولا صار عندي أولاد. بس يا معلم هاي الكلمة ما لها هيك، المهم يلا بلغ القصة، ما ترتخوا هيك، يلا. ليك سو بعتت رسالة، عم نستناك انت والخالة فاطمة ومليسة الأسبوع هذا، ليك ممنوع الاعتذار، عن جد مو حلوة رجاء. يعني عن جد كتر خيركن، بس شوف أمي وميليسا مثل الشحمة والنار، تعرفوا أنا عن جد بلشت خاف يا شباب. الله يكون بعونك يا أخي، الحماية مانا سهلة بنوب. الله يطعمك مثل ما طعمني يا عاشق، وبأقرب وقت إن شاء الله. إن شاء الله. آه. إن شاء الله. مو مشكلة، رح حل هاي القصة، عم قول لحالي خليني شوف ميليسا أول شي ورح روقها شوي. هذا عين العقل، بس أوعك رح تجوها. رح نجي ميليسا، مثل ما عم قلك برأيي ما في داعي للخوف، رح ناكل نشرب شاي وقهوة وبتخلص القصة، أساساً أمي يومين وراجعة على الضيعة ما بتقدر تبقى. يا مجاهد أنت متأكد؟ أمك ما كتير حبتني شكلها. كيف ما حبتك؟ شو هالحكي هاد؟ معقول ما تحبك؟ بالعكس كتير حبتك كتير، حتى قالت لي هالبنت مثل الأميرات والله، وقالت لي بس انعزمنا على بيت شايلك لا تنسى تجيبها معك بس تجي. هي هيك قالت والله. طيب اسمعني هلأ، أنت ما شفت شلون ضايقتني؟ ليك هالحكي، مين ضايقك؟ لك أمي طبعا هيك، هي مزاجها هيك، ولا تنسي إنه من البحر الأسود هاد طبعا، وبعدين لا تنسي إنه هي حماية، يعني برأيي إذا عملتك هيك رح تسيطر من أولها وتفرض شخصيت عليكي، هاد سبب لكام. أنت متأكد؟ شو يعني متأكد؟ عم قلك والله شوفي، إذا مو مصدقة هلأ رح أحكي معه ومنشوف. شوفي رح أتصل لتسمعي بإذنك، مثل ما عم قلك أمي كتير بتحبك، عن جد بتحبك والله. ألو. ألو أمي، شو عاملة هلأ؟ لك وينك أنت؟ أنا هون قاعد مع ميليسا أمي. شو عم تعمل مع هديك البنت هلأ؟ ما قلت لك اتركها؟ بيصل أمي بيصل، عم تسلم عليك. إيه وأنت سلم عليها كمان، وهي كمان بتسلم عليك كتير وبتبوس إيديكي. ما بدي حدا يبوس إيدي، وأنت تعال لا تتأخر. شوفي إيه جاي 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 يا أمي، لا تقلقي. إيه أمي، أنت ما قلتي لي مشان تجي ميليسا معنا بس نروح لبيت شايلك، أنا خبرتها وانبسطت كتير كتير. شو قلت شو قلت؟ أنا لا قلت لك خليها تجي ولا شي. أنت شلون بتتصرف من عندك؟ شو أنا رجل كرسي هون؟ تمام 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 يا أمي. مجاهد أنا عم قلك من هلأ. إيه أنا شوي وجاي يا أمي، لا تقلي. تمام تمام أمي، يلا رح شوف، ما بتأخر. تمام ماشي يلا. لك اسمعني مجاهد. إيه سكر بوشي. شو صار؟ صرخت شي؟ لك شو صرخت؟ عم تصرخ من فرحتها، عم تقول كتير بتحب كنتها لك كتير؟ مو معقول عن جد، شو هالحب كله هاد؟ ما بتتخيلي ما في سيرة على لسانها غير كنتها كل الوقت، كنتي وكنتي، ما شاء الله والله متفقين كتير مع بعضكم. آخ شو بتحبك. هلا انت امتى لحقتي تحضري كل هالشي؟ وطي صوتك ميليسا،
ليكي قولي إنه أنت حضرتي الباربونيا ماشي؟ ليش لحتى نقول إني حضرت الباربونيا؟ شفتي شلون الخالة فاطمة بتدقق كتير وبصراحة يعني إذا عرفت إنك ما بتعرفي تقلي بيضة ما بعرف شو ممكن يصير. يصير شو ما يصير ما عندي مشكلة بنوب، يعني بالأخير ما بقدر أكون غير أنا. تمام؟ هلأ مرئية أنتوا شو قاعدين عم تحكوا هون؟ يلا مدوا السفرة بقى، أمي عم تستناكم. مجاهد قبل ما تروح بدي أسألك إذا كان هذا امتحان كتابي أو شفهي. يعني حبيبتي ليش هيك عم تحكي؟ لك هي أمي، هي أمي، يعني لازم نرضيها. خلص ملسة سايرية شوي بس اليوم. ليكي هلأ ممكن تحكي شي ما يعجبك، اوعى تفهميها غلط. أمي قلبها طيب ما عندها نوايا سيئة، بالأخير أنا ابنها الوحيد، شو بدنا نعمل يعني؟ وأنا متوترة يا مجاهد، وأنا متوترة. وأنا متوتر يا ميليسا، وأنا متوتر. لك وينكن؟ أنا كتير توترت يا شباب. ها وأنت كمان فتت على المطبخ، اكتمل الفريق. شوفي ليش تركتوا المرة لحالها؟ شو جابكن لهون؟ يا سو ليش لا تتركوني لحالي؟ يعني حدا يجي معي. تمام رح نتجاوز هاليوم بأي شكل من الأشكال، رح نتجاوز هذا اليوم. تمام؟ أمي رح تجن بميليسا، أنا متأكد من هالشي، وهلأ رح تشوفوا. إذا ما بتحبها لدرجة إلا كنتي من هاللحظة كون أنا ما بفهم. الله يسمع منك حياتي. ممكن تاخذ الصحون وتحطهم على الطاوله؟ ماشي يلا. لك ابني انت شو عم تعمل؟ انت اللي رح تمد السفره، مرت اخي شو عم يعمل؟ ايه هو احيانا بياخذ الصحون وانا احيانا باخذهم، نحن بنتساعد بامور البيت لانه هيك متعودين. ايه اخي انا ما بحب تعب مرتي وعلى طول بساعدها، ما تواخذني. علقت يا مسكين، لشو هالحكي هلا؟ طيب طيب خلونا ما نسجل هدف بالدقيقه الاولى، بس ما نعطيه فرصه تسجل. ميليسا خدي انت الصحون وروحي مدي السفره بسرعه. بدنا نهجم ونضغط ونهجم ونضغط ونهجم ونضغط، بدنا نرضيها يا روحي. يلا عملي معروف لو سمحتي يا روح قلبي انت. يلا يلا ماشي يا مجاهد، مثل ما بدك حبيبي. عن جد شكرا كتير ميليسا. يا روحي يا روحي شدي حيلك. شو هالجمال، شفلي شفلي نيالي. يلا روح. ايه سو حبيبتي رح اخذ الفطاير وانت الحقيقة. يلا وانا جاية وراك. ايه خالة فاطمة شكرا كتير على جيتك، والله نورتي البيت عن جد، شكرا كتير لإلك. تسلموا ابني تسلموا، الله يديمكن. يعني اخي لازم نجتمع هيك كل فترة، عن جد نحن ما عم نجتمع، لازم نلتقي هيك على طول. ليكنا مجتمعين يا ابني، يعني شو بدك تحكي؟ فوت بالموضوع بلا ما تضيع القصص. لك شبك عم حاول سخن الجو، خلص شو بدك انت، لا تتدخل بهي الشغلة. خالة فاطمة انا عم بحكي عنها لانه مرت اخي، بس قلبها مثل الذهب، منحبها كتير ومنحترمها عن جد. ومن ايمتى صارت مرت اخوك؟ شو هالحكي هاد؟ هاي الباربونيا ميليسا حضرتها، حبيتيها ما هيك؟ صحة وهنا، يسلموا ايديكي ميليسا. تسلمي حبيبتي. بصراحة ناشفة الباربونيا، لازم تكون فيها لحمة، ما بتكون بس شوربة وبقلبها جزر. بعدين ما فيك تقضي عمرك عم تاكل باربونيا. بعرف أطبخ أكلات كتير غيرها. بتطبخي الليبريس؟ الليبريس؟ فاصوليا خضراء، هنيقال، دايدناك، جارديريك، مالي رجان. بظن عم تخترع من عندها. أنا انسطلت والله، برأيي ما نتدخل. لا، هاي الأكلة ما بعرفها بنوب.
هدول الأكلات اللي بحبهم مجاهد وبعمل له ياهن. أنا؟ قلي لي يا بنتي شو بتعرفي تطبخي؟ أنا بعمل مقبلات طيبة. إيه ليش حبيبتي هذا بيت ولا ملها؟ أنت بدك تحولي بيتنا لملها ولا شو؟ استغفر الله. شو بتعرفي كمان؟ لازانيا مثلا. شو هاي الأكلة؟ أمي لازانيا هاي فطاير لازيا. اسمها جاي من هنيك. فطاير لازيا باللحمة. ها؟ أمي شوفي في شغلات طيبة كتير على السفرة، ليش ما عم تاكلي؟ يلا يلا كلي. والله حاس حالي قاعد بالمدرسة وعم بحضر شي درس. يعني مرت أخي احكي لك شي كلمة حركي الجو. ايه ماشي أنا بحل الموضوع خلص. أهم أنتي؟ ايه حبيبي أنا. هاتي لنشوف. بالمناسبة أمي لسا صوتها حلو كتير. حبيبتي حبيبتي ما لقيتي غير هالسيرة اللي تفتحيها. ليش شو فيها؟ شو أنا عم سب البنت يعني؟ غيري لنا السيرة مرت أخي. الله يوفقك هي ما رح تجيب نتيجة. فهمت عليكي. يعني بتشتغل بملها. تفضلي. بس خالي فاطمة شو قصدك بملها؟ أمي ضروري تقولي ملها هلا. ليش شو حكيت يعني؟ ليش وين بدك تكون عم تغني؟ خالي فاطمة أنا موسيقية يعني بعزف. يسلموا إيديكي يا بنتي. نفسك كتير طيب على الأكل ما شاء الله. مبين عليكي بنت شاطرة وست بيت مرتبة. وشك عم يضوي يسلم لي شو حلو. كيف بتقعد وكيف بتقوم وكيف بتتصرف. ما أحلاها الواحد يلاقي بنت مثلك بهالوقت كتير صعب. شكراً خالتي. هلا بنات البحر الأسود عنا هيك كلهم. يعني أنا إذا زوجت ابني واحدة من اللي ببالي بنت بتكون ست بيت مكملة وبتعرف عاداتنا. ما بدي شي تاني أبدا. أمي يا أمي. أنا بدي استأذن، تأخر الوقت كتير. عدو عدو لا تقوموا. عن إذنك ضلي بصحتك. شكلها رايحة على المسرح. أمي كرمال الله أنت شو عملتي هلا؟ شو عملتي كرمال الله؟ شو؟ ليش شو عملت؟ ولا شيء. أنا عن جد آسفة كتير. بعتذر عن اللي قلته. وأنا عملت جهدي لحتى نطري الجو بس ما زبطت معنا. منعتذر. لا تعتذروا، أنتوا مالكن علاقة. أنتوا فتحتوا لنا بيتكن، شو لسه رح تعملوا؟ بس يلي بيجرب مجرب عقله مخرب. أمي لساتها جوا؟ ايه لساتا. أمي بدي أسألك سؤال واحد بس كرمال خاطري جاوبيني. ليش عم تعملي هيك مع هالبنت يا أمي؟ ها؟ مو حرام؟
شو غلطت معك حتى تعملي هيك فيها؟ ليش أنا شو اللي عملته؟ عندها شغل حملت حالة وراحت. يا ماما أنا بعرفك كتير منيح، أنت ما بتعملي هيك قصص. في شي شاغل بالك؟ خير أمي، خبريني شو في؟ صاير شي معك؟ شو بده يكون فيه؟ أنا بدي كون مبسوط، ما بدي غير هيك يا ابني. عم قول لحالي لو من زوجك بنت من منطقة البحر الأسود ما كانت صارت كل هالمشاكل. أمي شو قصتك أنت كل هالوقت عم تقولي بنت من البحر الأسود وعم تلمحي كل شوي؟ قوليلي شو في براسك، يلا بقي هالبحصة بقى وخبريني شو بدك تحكي. ما في حدا غريب، احكي أمي لنشوف شو القصة. تذكر كان عندي رفيقة بالضيعة اسمها خديجة، عرفتها؟ ايه عرفتها. كان عندها بنت اسمها سعادات، مرة كنتوا رايحين سوا تودوا أكل للخرفان انتوا وصغار، وضعتوا وقتها بالضيعة. ايه سعادات الغليظة، تذكرتها. لا تقول هيك، البنت كبرت وصارت صبية حلوة مثل القمر، وهي بعمر الزواج هلأ. ايه وانت صار لازم تتزوج يا ابني. ايه ايوه يعني نحن وقتها قلنا انه سعادات رح تكون إلك لما بتكبروا. سعادات إلك من وقت ما خلقتوا. الله الله يا أمي، لك شو هالحكي هاد؟ إلك من لما خلقته؟ ليش نحن بأنو عصر عايشين لك الناس طلعت على القمر وانت عم تقليلي إلك من لما خلقته؟ عم تحكي عن جد؟ أمي حبيبتي معقولة تزوجيني وأنا ما عندي علم بهالشي؟ أول مرة بسمع بهالشغلة. ايه وين المشكلة؟ هلأ صار عندك خبر، وين المشكلة؟ حسبي الله. طيب ودفعتي لي المهر كمان؟ أستغفر الله، شو هالولد؟ ليش نحنا رح ندفع مهر أصلاً؟ نحنا عطيناهم، تعرف نحنا مو كان عنا بستان بندق ولوز عطيناه لعائلة خديجة. شو عملتوا؟ شو عملتوا؟ والله اتفقنا ومشي الحال، وما عاد فيك ترجع بستان البندق. الوعد وعد بعائلتنا، ما عاد اقدر اتطلع بوش حدا. طيب أنا رايح جيب لك كاسة مي باردة. آخ يا أمي آخ آخ آخ.